إنشاء مقاولة وتطوير منتوج أو خدمة مبتكرة لتحويلها لمشروع مربح هو حلم العديد من الشباب المغاربة، ولكن بالعراقيل اللي كتواجه الشباب وفي غياب أي مواكبة كيكون مصيرها الفشل. اليوم برنامج بغيت نمشي بعيد جا باش يعطي فرصة ونفس جديد لهذه المقاولات الناشئة. ياسين رضوان كوتش ومقدم برنامج بغيت نمشي بعيد، 15 سنة من خبرة في مجال الاستثمار، غادي يشارك من جهته في توجيه وتشجيع المشاركين طيلة مسارهم في البرنامج. مرحبا بكم في أكاديمية بغيت نمشي بعيد. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بغيت نمشي بعيد، البرنامج اللي كيشجع ويواكب المقاولات الناشئة. وصلنا الأسبوع السادس والأمور غادية وتتحتدم بين المشاركين ديالنا. أولا مشاركين ديالنا صباح خير عليكم. صباح الخير. كلشي بخير؟ الحمد لله. أسامة شايفك بوحدك، فين هو طه؟ ياك لاباس؟ هذا الصباح كنا مجين وصلوا واحد الخبر، واحد السيد قريب توفى الله يرحمه ورجع باش يحضر له الجنازة. بركة في راسكم، الله يصبركم. نرجعوا للموضوع ديالنا. نجاح أي مقاولة مرتبط أكيد بشخصية المقاول، ولكن مرتبط كذلك بالرجال والنساء اللي تيكونوا معاه. خاصهم يكونوا فريق متحد، فريق متجانس، وتيشوفوا كلهم في اتجاه واحد. موضوع هذا الأسبوع داخل في هذا السياق. مطلوب منكم تلقاو استراتيجية الأنسب لكم ديال الموارد البشرية، تختاروا الفريق اللي تيناسبكم واللي عنده المكونات اللي يعاونكم باش تنجحوا في المشروع ديالكم. المهمه ديال اليوم داخله في هذا السياق، المهمه ديال اليوم هي كالتالي: عندكم 20 دقيقه باش ديروا مقابله عمل اونتروتيان دومبوش، اتلاقاو بشخص مرشح تيهتم بالمقاوله ديالكم وبغى يخدم معاكم. خاصكم تشوفوا واش عنده المقومات باش يخدم معاكم ويعطيكم اقصى حاجه باش تنجحوا. نشوفوكم كيفاش تسيروا هذه المقابله وشنو هما النقاط اللي تركزوا عليها. صراحه قلت انا ما عمرني اصلا جربت الاحساس ديال انني نكون واقفه قدام شي حد وغندير مقابله عمل. كيفاش غندير وانا غندوز مقابله عمل لشي حد اخر؟ باش دوز مقابله عمل لشي واحد وما عندكش بزاف ديال الوقت، يعني ما عندكش لا بريباراسيون، هو امر صعيب شي شويه، وصراحه عندي تخوف من هذه المساله هذه. تنظن المهمه واضحه، نتمنى لكم حظ سعيد. تفضلوا نبداو المهمة. المشاركين الآن متوجهين لأكاديمية بغيت نمشي بعيد من بعد ما فهموا طبيعة المهمة والهدف منها، ولكن اللي ما فرصهمش أن إدارة البرنامج جابت مرشحين غادي يتقمصوا دور أشخاص كيقلبوا على الخدمة. في نفس الوقت لي كوتش غادي يتابعوا المقابلة عن بعد وسجلوا ملاحظاتهم باش يراجعوها مع المشاركين في وان تو وان. بداية مقابلة العمل مع لطيفة وسلمى اللي أول مرة يدوزوا من هذه التجربة. صراحة في الأول كنت متخوفة وما عرفتش كيفاش غادوز، واخا بقينا أنا ولطيفة كنوجدوا الأسئلة اللي بغينا نطرحوا على هذا السيد والأسئلة اللي غتعاوننا باش أننا نقدروا نخدموا ندوز هذه مقابلة العمل مزيانة. السلام عليكم، مرحبا بك معنا، قدم لينا راسك، شكون أنت، العمر، التجارب ديالك، فين كنتي خدام، أعطيني التفاصيل. مرحبا لطيفة، شفتك سرسبتي الأسئلة، ياك ما خفتيش تنسيهم؟ انا في الاول كنت مستريسيه، داكشي علاش انا داك التوتر قلت باش ما يبانش فيا دغيا انا خصني نهضر. الا بقيت كنتسناه حتى يجلس احتمال انني زعما يتشتت ليا التفكير ونقول اشنو غنقول ليه. يعني انا دغيا بقيت مركزه، ما مركزاش واش السيد جلس ولا مازال، اكثر ما انا مركزه انني خصني نقول ليه داكشي اللي عندي دغيا. صافي لالا سولي وخذي راحتك مزيان، كيف ما مرتاح اسولار، عفوا المدير اسولار اللي خدم السكانير مع الدخله. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا. شكرا. لا رمارك الأول اللي شدتني ديك السيد هو أنه ذكر كنت تنتسنى أون أسيستونت ديال ديريكسيون بنت، ساعة جابوا لي دري وتبارك الله كبير. قلت مني راسك عافاك. سميتي محمد بوصفيحة، 19 عام، كبرت في كازا،
بقيت كل في كازا من باك سيونتيفيك باين عليه شويه بحال تيميد واخا الاول اونتروتيان غيدوزو في حياته هو هذا حنا يلاه بادين دابا ومحتاجين اسيستون دو ديريكسيون اول ريكروتمون غنديرو هي هادي سو حتى هو نفس الشيء اول مره يدوز مقابله عمل واللي كيقلب فيه على الكتروميكانيسيان انا يا مع عمري كنت ريكروتور اول تجربه لما جات هذه الفرصه هذه تعاملت معها بكل سبونتانيتي بكل عفويه وبكل اريحيه قلت لي مازال تدير الدراسات ديالك ومازال ما كملتيهمش سي صح داكوغ حيت حنايا كنقلبوا على ان بروفيل اللي غادي يخدم معنا اون بلان طون باش نوضعك في الصوره هذه الشركه هذه في شهر واحد ان شاء الله غادي تبدا الحقيقه فاش قال لي بانه مازال ايتوديون وكيدير ليكونومي فهمت على انه بعيد على البوست وهذا الشيء اللي طالبين حنايا مزيان سوغ يعرف من الاول باللي المرشح اللي قدامه ماشي هو الشخص المطلوب في حين ان محمد ارحال مازال ما عرفنا شنو غيدير اوكي وشنو هما لي بوين فابل ديالك بوين فابل ديالي ما هالضحكه ما كتبشرش بالخير واخا شنو ملي طاش لي دوسي لوسكو جيت اون ستاج كنت ان ستاج دو موا مي كان غير ان ستاج دوبسيرفاسيون ما عطاوكش ندير شي ريداكسيون ديال شي حاجه ولا شي حاجه ديال البيروتيك جي يو كيك سيزي انفورماتيك و جي بي اوسي مانيبيولي اوراكل الكوتش مهدي باين ما عجبوش الحال بالنسبه للاسيستون كان خصو يعني يدفع هو يهضر على هادشي وها هو نهى يعني اللقاء بسرعه يعني كبيره ما فهمتش ما بان ليا من الاول انا كنشوف السيد تيهضر معايا و تيبقى تيجي بحال هكا وتيهضر انا كنشوف ليه في عيني باش يشوف ليه في عيني وتيجي بحال هكا ما تيشوف ليش في عيني ما تيقدش كان اولا يوضع اولا بعدا كان خصو يطلب السيره الذاتيه أولا قبل كل شيء ثانيا كان خصو يطلب منه شنو هما الكفاءات بين قوسين اللي طلب منه هذا ماشي ما نقولوش واحد لقاء مثلا ولا واحد لونتروتيان هذه بحال واحد الجلسه ديال وديه الكوتش مهدي باين ما عجبوش الحال تعرفت ان الكوتش ماشي فرحان حيت الصوت ديالو كان تيتسمع من القاعه الاخرى قلت صافي قفرت اليوم غنتصرفخ كيجي شخص كيدير ستوند تيريح مجبر انه يستقبل كل شيء كل شيء اللي كيجي يوقف عليه بغا ولا ما بغاش كيجلس معاه وتيتصنت ليه وان كان البروفيل ديالو ما تيناسب كشريك تيريح ما تيشوفش البروف قال له سير الله يهنيك راه ما صالحنيش كيريح معاه هاد السيد تسنيتك تقول ليه راك ما صالحش يا ودي تيقول هادي واش كتعرف دير كتعرف دير لا 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 اسمح لي يا ولدي استعرف بانه انا طالب انسان يكون عنده خبره في هذه وهذه وهذه انا كنشوف بانك انت عندك شي حاجه وشي حاجه ما عندك شيء ملاحظات كثيره سجلها الكوتش مهدي ضد محمد الشيء اللي ممكن يخليه ما يتقدمش ويحتل المراتب الاخيره من المسابقه ثنائي امتنان باقي ما سالاوش لائحه الاسئله اللي وجدوا الواضح انهم واخدين هذه التجربه بجديه ودابا انا الا غنقول لك قنعني انك تبيع لي شي حاجه عندنا ديبارمون دو مانيير حنا اصلا تبنا في كازا وكنا كنهبطوا ديما للقريعه تنبيعوا دي بيس دي شي شور دي فهمتي عندنا لي ميثود ديالنا كيفاش كنقنع لي كليون ديالي باش يجيو ياخذوا من عندي في ديك اللحظه فاش قال لنا بانه راه كان كيبيع في القريعه قلت صافي هذا هو الشخص علاش كنقلبوا كيبيع في القريعه يعني راه عنده خبره في البيع انا دابا جيت قلت لك بغيت نشري مثلا خاتم كيفاش غادي تحاول انك تقنعني هذا الخاتم نشريه من عندك وما نمشيش نشري عند شي حد اخر فوالا باغ اكزومبل غنقول لك هذا الخاتم هذا راه واحد ايديسيون ليميتي يلاه وصلاش عندنا بقى ما كايناش في لو مارشي با مال دافونتاج ماشي خسرش باغ اكزومبل كيبقى شاد لو شارم ديالو مزيان لطيفة وضعت المرشح في موقف البيع باش حساب القدرات ديالو نتمنى يكون المرشح قدر يقنعها بطريقته صراحه ما قنعنيش حيت كانت فاش قلت ليه انا هكا كان خصو يوجه ليا اسئله يشوف بعدا الحاجه ديالي انا هذا الخاتم علاش بغيتو واش بيت خاتم ديال المارياج واش بيت خاتم غير هكا عادي واش بغيتو ديال النقره واش بغيتو ديال الذهب يعني هو جنيشان بحال كيبزز عليا انني نشري شي حاجه ما شافش الحاجه ديال الزبون وهذه اهم حاجه حنا عندنا في امتنان نعرفوا الحاجه ديال الزبون اشنو بغى عاد ديك الساعات ممكن حنا نعطوه الاختيارات شكرا على
المعلومات اللي عطيتينا عليك، وحنا ان شاء الله نتشاوروا بيناتنا ونشوفوا القرار النهائي ديالنا ان شاء الله. واش عندك شي تساؤل في الاخر زعما كتقول شي حاجه ولا؟ صراحه في ديك اللحظه اللي انا قلت صافي السيد ما قنعنيش بالبيع بانه يبيع، قالت لي لطيفه سولاته واش اختي اش بان لك مازال واش بيتي تسولي بركه. تفضل. شكرا لك بزاف. مرحبا. شكرا. بليزير. جيتي امبرسيوني اولا حيت لا بيرسون كي اموني لونتروتيان سي لطيفه، alors que Latifa في الاسابيع الاولى كانت شويه كتحشم راجعه للور. وثانيا حاجه ايجابيه انهم شفنا بانهم خدموا هذا لونتروتيان، دونك فريمون هذه شي حاجه اللي زعما بوزيتيف اللي شفت في البنات. اليوم ولاو عندهم واحد الثقه في النفس، واحد الثقه في المشروع ديالهم، بان المشروع ديالهم راه ماشي شي حاجه اللي هي صغيره، شي حاجه تقدر تمشي بعيد، وبداو كيحطوا راسهم في هذاك البلاصه. دونك هذه شي حاجه اللي مزيانه. لطيفة وسلمى توفقوا في مهمة اليوم، وخا ما عندهمش الخبرة الكافية اللي عند سيف في هذا النوع من المقابلات. بارفي. دونك مدام إيناس، دونك سي جو مونتخ هاد لا فوتو هادي، بالنسبة لكل هاد التصويرة هادي شنو كتعني؟ شنو المعنى ديالها؟ كتعني بأن حنايا حنا لا بلانيت ديالنا في زبل حشاك، إيكو لو بلاستيك سي هو سي لي ديشي ديال لا بلانيت كاملين. سيف اليوم كيقلب على مسؤول التسويق والتواصل، وحتى هو اختار تقنيه مختلفه باش يختبر المرشحه اللي قدامه مع لو بلاستيك ومع لي ديشي ديالنا. تعرفت انها تجاوب واحد الذكاء، تجاوب واحد التريوت، وايضا انها تلقى الكلمات المناسبه باش تقنعني انا كريكروتور، حيت كاين اللي غادي يشوف ان ديك الصوره كتعبر على ازبال، كتعبر على نفايات، يعني غيشوفها من الجانب السلبي. داكور. تبارك الله عليك ايناس. ميرسي ا فو. جو سي با سي تو ا دوتر كيسيون. نو بور لانستان سافا ميرسي. است كو نورا دوتر انتيري دوتر انترفيو دونك بور لو فوتور او بيان سي لا سول ايتاب؟ سي لا سول ايتاب دونك دونتروتيان، دونك فوز اوري اون ريبونس تري تري رابيدمون ديسي ماكسيموم دو جور دونك فيا ايميل على لو ستاتو ديال فوتر كانديداتور. اوكي. سي ان بليزير اي بليزير مو اوسي. او فوار. استاذي بعد هاد لونتروتيان واش تيبان لك بان المشاركه عجبات سيف الدين وياخذها؟ كنشوف بانها عجبت سيف الدين وغالبا غادي ياخذها. شكرا استاذ. كماليه ما كايناش، ولا بد كتكون تيكون بعض النواقص، ولكن لاحظت بانه ركز على الامور الاساسيه اللي هي كنقلبوا عليها في النوتري، يعني اعطى بعدا التوجه العام ديال المقاوله ديالو ياك، ثم كذلك ركز على الامور اخرى اللي هي عندها علاقه بالخصائص ديال الشخصيه اللي خصو يتميز بها داك المسؤول ديال التسويق، الروح ديال القياده، الابداع كذا، وحط المترشحه في واحد المواقف وشاف كيفاش هي كتعامل، وهذه امور اللي هي الصراحه مهمه وكنهنى انا سيف الدين عليها. الخبره ديال سيف مكناته يدوز المقابله بنجاح ولقى الشخص المناسب اللي كيقلب عليه. في المقابل محمد السوغي باقي مكمل مع المرشح واخا ما مقتناش. Excusez-moi, si j'ai bien compris, vous cherchez vous un agent polyvalent. Vous pouvez expliquer ce que vous recherchez exactement dans... Alors, le poste, je n'en vois. حنا سمينا ان اجون بوليفالون ولا اجون بوغو كيدير هاد لي تخوا تاش. داكوغ. لو كونترول ولو مانتيان ديال سميتو، لا مانتونونس بلوتو ديال لي فيكول، هاد المونيتورين وحتى لا ريباراسيون ديال لي فيكول اللي خاسرين ولا اللي فيهم شي مشكل تكنيك. عطا معلومات بزاف وباقي ما تعرفش عليه اكثر. فتقلبات اي ولات هو اللي الكونديدات لوغدر ني با بون، كان خصو ايدونتيفي البزوان من بعد يخلي الكونديدا. مي بور لي كومبيتونس فوز افي جي ميكانيك دونك جو سي با سي جي لي كومبيتونس دونك سي سي دي تروك بازيك اوكي، مي بور لو ريست جو سي با سي سي ترو افانسي فو اون فورماسيون جو بوري با فوز اسوري كو شي بيرفورمون دون. انا كان عندي لك واحد الاقتراح في لا موتيفاسيون لي بي ان سي هذه في هذه الحصه هذه. داكور. غادي نقترح عليك تجي تحضر لدي سيونس مع لي زاجون ميكانيسيان ديالنا الكترو ميكانيسيان ديالنا باش تاخذ واحد بحال اون فورماسيون ان ستاج باش تاخذ واحد الخبره بعدا في هذا الاول. انا داك ان شاء الله فاش بغيت تونطامي هذا لو جوب ايتيديو معنا تكون عندك ان باجاج في هذا. بالرغم من ان المرشح ما عندوش تجربه في كل ما هو تقني، مازال محمد مصر يعطيه فرصه. صراحه ما عرفتش علاش استشفيت عند هاد الشخص هذا في الشخصيه ديالو على انه عنده داكشي داك لي سوفت سكيلز اللي حنا تنقلبوا عليهم. الحقيقه كاين واحد شويه ديال العاطفه اللي هي غير محموده عند لونتربرونور، ما كان ما كنقدرش نتخلص منها بكل صراحه.
C'est bon, on va vous contacter inchallah le plus tôt possible pour une finaliser aussi. Oh, merci beaucoup. Je vous en prie. Au plaisir. محمد حسين بي بان تحمس بزاف وبان كونديدا عجبو لان بنا هذاك نقولوا لا ديسيزيون داتو على غير على واحد الفيلينغ ولكن داكشي ماشي كافي دونك خصو ان مومون دوني يفراني شويه داك الاحاسيس ديالو ويحاول يقلب على بالانس لان افونتو هو شاف دونتربريز غادي يصير مقاوله خصو يشوف رايت مان ان ذا رايت بليس خصو يشوف واحد داك الشخص مناسب لديك المهمه ديالتو حيت واخا يبغي يحطو في ديك البلاصه غير على حسب عجبني ظريف جاني موتيفي وفي الاخر ما غاديش يكون اهل بالثقه وما غاديش يقوم بالمهمه ديالتو غادي يتراجع اللور. أسامة من نهار نشأه وطاها مقاولة أطريق دوز بزاف ديال مقابلات العمل نشوف واش هاد المرشح غادي يكون هو الشخص المطلوب. خدمتي شوية في لي سيميلاسيون نيميريك هيدروليك عملت سي دوران لو باركور في سوبالك. وي ان بتي بو وي. كل تيب دو لوجيسيال خدمتي به؟ دونك يافي لي لوجيسيال دو je n'ai pas vraiment les noms en tête, excuse-moi, c'est un petit peu avec le stress. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais quelle branche comptes-tu sur Supelec? Quand j'ai chez Pellec? Ouais. Quelle spécialité de confiance? Spécialité ingénierie mécanique. Ingénierie mécanique. Donc, Maravchikatia, tu l'as utilisé, je suppose. Non? Ça, d'accord, très bien. Tu as un ingénieur de simulation hydraulique. هو عمر ما دار سيميلاسيون حتى لي لوجيسيال لو نون ديالو ما عرفتش انا قلت له شنو هو الاسم ديال لي لوجيسيال اللي خدمت بهم في سونترال سوبالك وهادي قال لي نسيتهم امبوسيبل تنساهم الا كنتي خدمتي بهم بغيت نعرف كيلي لو بروجي فار اللي انت سبق لك درتيه شي حاجه اللي كتفتخر بها وعجبك راسك عملتيها انا في لومانيتير. الواضح ان اسامه ما اقتنعش بالمرشح ولكن شنو اللي مخليه باقي مكمل معاه؟ كنت كندير معاه الصواب في الاخر فهمتي انا ما كيعجبنيش عاوتاني نحرق الواحد مسكين ديبلاصا وجا وداير معنا اونتروتيان بغيت نحاول ما نبينلوش لا بوزيسيون ديالي في ديك الساعه. كملت معاه عادي ولكن ما كنتش ناوي انني في ديك الساعه كنت متيقن انني ما ناخذوش. ما عرفتش بوغ توا سي جامي تو سرا افيك نو. Qu'est-ce que tu peux nous apporter de plus? Oussama Balia, طولتي في الصواب. Ce que je peux vous apporter de plus, c'est. C'est vous l'aurez remarqué sans doute, avec le parcours ingénierie plus MBA, c'est pas ce qui court les rues. Et je pense que vraiment, ça, c'est un avantage en ma faveur et je pense que je serai franchement une valeur ajoutée pour vous. Le mouchach m'a qui. M'a d'achalch et tard de chili qui qu'elle l'a balayé. Donc, on a dit, il s'est mal à ou l'école. بلا ما نزيد في سميتون لان رئيس مقاوله عنده وقت محسوب يمكن ندير الناس خاطرهم ولكن في اطار محدود ما نمشيش معهم بزاف. اسامه وسوري خدموا العاطفه في مقابله اليوم على عكس هبه اللي حطت العواطف على جنب. انت من مدينه الدار البيضاء؟ اكتيلمون في كازا مي لوريجين ديالي من فاس. داكور عرفتي بان البوست كاين في مراكش؟ الصراحه لا حيت ماشي انا اللي شفت لانونس ها المدام اللي قالتها ليا. داكا وما عندكش مشكل انك تجي تخدم معنا في مراكش؟ والصراحة ما عنديش مشكل الا كانوا شروط العمل متوفرين دي ديبلاسمون يكون السكن. هو اول حاجة فاش شفت المرشح بان ليا بطريقة غير مباشرة انه ماشي ديال لو ميتي كيبانوا ليا ان ايديه ماشي ديال الصنعة ماشي شي واحد اللي ديجا دو ميتيي مدوز صنعة الوغ كان عندي هاد التساؤل واش بصح هو ديال هاد الحرفة اللي كنديروها وهاد المهنة ولا لا الوغ دابا حنا كنديرو لا مونويزغي جينيرالمون يعني كنعتمدو على آلات ديال النجارة بزاف في الشركة ديالنا شنو الآلات اللي كتعرف في هاد الدومين؟ الآلات اللي كنعرفها بحال جميع الناس ما عنديش يعني ما عندكش إلمام بهاد الشيء؟ داكوغ ولكن عندك فكره على المانتونونس قلتي لي تاع لي ماشين على لونتروتيان وي ولكن بغيت نعرف شنو اللي كيموتيفيك باش تخدم معانا شنو كتسنى من هاد الشركه؟ حيت انا مولا وليدي وي والانسان كيقلب نحو الاحسن في العمل ديالو وي كيحاول يتقدم باش يرجع للور دونك ملي كتقلب على شي عمل كتشوف فيه ديزافونتاج اللي يزيد بك لقدام كيما تزيد الشركه بها انت لقدام. إلا شتي أستاذ يوسف من الريسبيراسيون ديالها تتبان ما مرتاحاش وبحال اللي باغا تكمل دغيا صافي من الأول ما ماشيش داكشي مزيان.
إيبا شكرا اللون خوتيان سالة غادي ندرس هاد المعطيات اللي عطيتيني وباش مكان جو فيان فيغ فو. مرحبا. داكا ميرسي بوكو. ميرسي. إيبا أنا تنظن بأن بنات لا ديسيزيون ديالها في 30 ثانية الأولى بانت لي بأنها ما غاتاخذش هذاك الشخص، يعني بانت من خلال يعني أنها هي واحد السيدة اللي كتبين داك الشيء اللي رد الفعل ديالها كيكون دغيا سور لو شون. ألوغ النصيحة ديالي أننا دائما نحاولوا نكتشفوا الجوانب الإيجابية في هذاك السيد اللي حدانا دائما في لونتروتيان ولا في التيم ديالنا. علاش؟ لأن نقدروا ندوزوا أكوتي ديال واحد الشخص اللي عنده شي حوايج اللي ينفع بها، عنده دي فاليو اللي ينفع بهم الشركة بزاف. وهنا للأسف الناس بزاف ومنهم هبة هذه المرة ما عطاتش راسها الوقت باش تعرف على نقط القوة ديال ذاك الشخص. دكتور محمد الفيزازي، خريج جامعة هارفارد بيزنس سكول، تقريبا 22 سنة ديال التجربة على المستوى العالمي في The Big Multinationals. كنشتغلوا مع بزاف ديال الستارتابس خصوصا خارج المغرب، وعندنا تجارب قليلة في المغرب وتنحاولوا ننقلوا التجربة العالمية باش ندخلوها للمغرب إن شاء الله، ونفيدوا بها الأجيال يعني والشباب ديالنا اللي طالع باش يكون الشركات، ونحاول نساعدهم باش يخدموا بواحد الطريقة علمية. البرنامج اللي بغيت نمشي بعيد هو واحد التجربة اللي غتكون رائدة في المغرب، لأن كتحط السطة ديال الستارتابس اللي غادي يمشيو من واحد النقطة أ لواحد النقطة ب، وحنا الدور ديالنا هو نديرو لاكومبانيمون ما بين هاد جوج ديال النقط. طبعا الدور ديالنا ككوتش في هذه المرحلة هادي وهو نتقاسمو معاهم التجارب ديالنا ونتقاسمو معاهم المعلومات اللي عندنا ونشوفو لا فيزيون ديالهم هما الأشياء، لأنهم عندهم أفكار وحنا خصنا ننميو هاد الأفكار هادو باش نحاولو نخرجو واحد البروداكت في الأخير اللي يكون هو ممتاز. في أكاديمية بغيت نمشي بعيد سالة، أكيد أن المشاركين فهموا الدرس من خلال مهمة اليوم وخذوا تجربة جديدة. دابا ما عليهم إلا يستعدوا للتحدي كي تسناهم غدا والمرور أمام لجنة التحكيم. مشاركي بغيت نمشي بعيد، السلام عليكم. سلام. وصلنا للتحدي السادس ديالنا، فرقناكم جوج فرق، اليمين ديالي أسامة، طه، لطيفة وسلمى، الفريق الأول. على الشمال سي محمد، سوغي، سي محمد رحال، هيبة وسيف الدين، الفريق الثاني. التحدي ديال اليوم خاص هيكون المصارعة الرومانية. كيفاش مصارعة؟ وما يمكنش، شكون اللي غيصارع شكون؟ تصور دابا اللي طحت مع سيف. اللي زاد خلعني فاش قال المصارعة، أصلا اللي معانا يعني هي بوحدها اللي بنت، أنا غنتصارع مع دري راه ما يمكنش. طمنكم، هذا ماشي التحدي ديال اليوم. التحدي ديال اليوم ما يطلبش قوة بدنية، يطلب منكم تفكير، يطلب منكم نشوفوا منكم روح الابتكار وكذلك سير ديال الموارد اللي نعطيوكم. مطلوب منكم اليوم تصاوبوا درع، ان بوكليه. هاد الدرع يمكنكم تحميوا واحد البيضه اللي تطيح من علو جوج الامتار باش تطيح وما تهرش. كيفاش بيضه من جوج علو ديال جوج مترو غتلوح ليها فوق شي حاجه؟ شنو هي ديك الحاجه؟ الله اعلم، راه بترس. كاين شي حاجه اخرى من غير انها ترس. قلت صافي راه التحدي راه ما غادي نربحوا فيه. صراحه اول مره البيض كيخلع لي. ما مخعدني شي بيضة. لقيت ديال هذا التحدي هيكون بني على جوج ديال الاشياء. الشيء الاول انه البيضة ما تهرش، والحاجه الثانيه خاص التكلفه ديال الدرع اللي تصاوبوه يكون اقل ثمن ممكن. التحدي واضح؟ نتمنى لكم حظ سعيد، تفضلوا بداو التحدي. المشاركين طالقوا من بعد ما شرح لهم ياسين طبيعه التحدي، ولكن واخا هكا البعض منهم باقي ما وضحش لهم الامور مزيان. ملي عطاونا الانطلاقه اول حاجه السسبانس، شنو هما هاد لي ماتيريال اللي نستعملوهم؟ بيضة خصنا نصوبوا لها شي درع، كي داير هاد الدرع مناش غادي نصوبوه؟ الحقيقه الفكره مازال ما وضحاتش مزيان. باش يحميو المشاركين البيضه اللي غادي يرمي ياسين من علو جوج ديال الامتار، وجدنا لهم مجموعه من المواد اللي غادي تساعدهم في صناعه الدرع في مده 15 دقيقه. هاد المواد تم تحديد الثمن ديالها حسب اهميتها، والهدف هو صناعه الدرع باقل تكلفه. 3 درهم هادي، 3 درهم 3 درهم وحده. بان لي القطن، بان لي اللاوات،
بان لي الاخر داك تبن، وقلت راه مزيانه مادام انهم كاينين هاد المواد راه مزيانه، يعني بقى دابا غير الفكره كيفاش غتكون. انا بعدا بان لي هذاك اللي كيتلتق يمكن نقاد واحد ريسيبيون بحال هكا به ولصقوه بسكوش ولا شي حاجه، هذيك الساعه نعمروه بامكان نصوب. اسكو فو غاني دي تو ولا نصيبو بهذا؟ بامكان نصوبو بهذا، هذا راه مزيان. ما فهمتكمش صراحه الليده ديالكم كيفاش هذا هو الصقر وغادي نعمروه. غادي نحلو هكا، غادي نصيبو. هبه متحمسه لفكره محمد ارحال، ولكن واش هادشي كافي باش يقنعوا سيف والصغير اللي مش يجرب فكره اخرى؟ شنو درتي؟ لا لا لا، هذه الميكا بشحال؟ ميكا بشحال؟ ولكن الا ما جابهاش فيها ميكا بشحال؟ 25. هاد الميكا لوحه ما عندناش من نديرو بها غاليه. دابا هذا هو السكر، دابا هذا هو الريسيبيون، بغينا نعمرو بهذا نجربو ونشوفو ديك الساعه واش نقدروا نزيدو شي حاجه. طرات هو البابي بول اكثر حاجه اثرتنا فيه هو الثمن، كان الثمن ديالو 20 درهم، وكانوا بزاف الافكار اللي نقدروا نديرو بداك البابي بول. دونك كيفاش فكرتو؟ أعداء الفريق بداو كيجربوا الفكرة اللي غادي يصايبوا بها الدرع، وفي انتظار أنهم يطبقوها طاهو الفريق ديالو باقي حيرين. أجي علاش ما نعدلوش هنا ونحلو هنا؟ ما بقاش الحلولة، باش تبقى الحلولة؟ ساشي بلاستيك، باش تبقى الحلولة؟ واش متأكد؟ هذه 3 دراهم، إذا تخشات هنايا راه مزيانة. ساشي بلاستيك حيت بان لنا أول حاجة ب 25 درهم، ثانيا بان لنا أنه ما يحتاجش بزاف ديال الماتيريو باش يتعمر، باش إلا طاحت فيه البيضة ما يوقع لها والو. دونك قلنا هذاك هو اللي غادي نقدروا نخدموا به في الاول. يلا اسيدي ورينا كي غدير ليه. خصنا شي حاجه نخليوها محلوله. هادشي خصها تجي مغرقه شويه. النفخ الا نفختيها محلوله. شتي النفخه؟ نخاف انا ديك النفخه تجي فوق منها الجوق فوق منها وطير. عرفتي نديرو تحط فوق منها لاوط. واخا لاوط تقدر. ترى تنفخ نفخ النفخ. النفاخة هالقطن والله حتى تلفتوني، خايف غير الوقت يضيع عليكم وانتم باقي كتجربوا. كنت حمد شدات شي بزاف غير نجربوا بلاتي باش ما تماشى الناس استعملناها. نجرب لا ما يحسبوا لك هذاك الشيء اللي عملتيه انتم. ولكن راه ما فكرتوش في واحد الحاجة، هي راه غتحط هنايا هذه اشنو اللي غيخليها باقا هكا؟ ما فكرتو ضروري هما ما خصكش تدير يديك. لا 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 هي فعلا فكرة زوينة، ولكن ما يمكنش هي غتحط فوق ديك الطابلة والبلاستيكة ما يمكنش تحطو، حنا ما يمكنش نديرو يدينا. التدخل ديال لطيفه كان واحد التدخل سريع اللي حنا محتاجين تدخلات سريعه اللي غادي يعطينا واحد الحل اللي نستعمله ويوصلنا للنتيجه. هاد المره طه تقبل الملاحظات وهذا شيء ايجابي ولصالح الفريق، في الوقت اللي سيف باقي ما اقتنعش بفكره اسولار. غادي نقادو كونسيبسيون، ولكن نضيعو في جنابي في سلي لا كونسيبسيون باش يخبطنا نوجدو ريسيبيون. باش نوجدو بابيي بول اون بو با فابريكي افيك ان بابيي بول ان ريسيبيون، لاقاش غادي نضيعو في الجناب ديالو. ولكن حنا ما كنشوفوش نضيعو، كنشوفو المون كوتو. سي صاف لا بريسيون، لا بريسيون ديالو. مون كوتو راه غادي نعمرو بهذا. باغي ندير واحد غير هكا يكون داير بحال هكذا ونغونفورسيوه هي بسكوتش. يدور الا دورتي عليه لي سكوتش من التحت غادي تحطي واحد لاباز، غادي تقد واحد لاباز اللي غادي تحط عليها هي تغونفورسا بالسكوتش ونقدو بحال هاديك الساعه نعمروه. محمد اسولار باقي مصر على الفكره ديالو. اون ايسي ليد ديك الساعه نقررها. اون ايسي ليد صافي. توا وحده من الجنب الاخر، من الجنب هنا اجي عافاك ابوبو. هاهي من هنا اجي هي بعافاك. متفقين مع هذه الفكره؟ انا ما متفق. متفق مع هذه الفكره؟ هذا تغيير ديال الكارطون. لا ماشي انا كنتغير. متفق مع هذه الفكره؟ هبه كيبان ليا ولا عندها راي اخر. باش غادي باش غادي يعمر؟ غادي نعمروا فغادي نجيو غادي نقبطوه. باش تعمر؟ غادي نقبطوه بهذا. ولكن شنو غادي ندير فيه الداخل؟ نشوف في هذا وغادي انا جو سوي با داكور. انا جو سوي با داكور. صافي داكور. هما لو ريسيبيون اللي نعمروا كابون ولا كابون. هما ما اتفقوش ما بغاوش صافي. انا ما انسيستيتش حيت ما بغيناش نضيعوا الوقت، حيت كارطون ديجا واجد علاش حنا نبقاو نمشيو نحمقوا ريوسنا. نديرو ناخذو التبن لا باس. شنو نديرو فيها؟ نديرو هذا. هذا غالي ما تنساش. 20 درهم. التبن شحال؟ 10 درهم. هذيك 20 درهم فاز. اتونسيون خصنا نخليو التبن يكون مهوي. لا ما تكونبريس. اختارينا التبن لانه هو اللي كيستعملوه الطيور اصلا باش يبنيو العش ديالهم، وكنشوفوا ان الطير كيرمي يقدر يرمي ديك البيضه ديالو دو هوتور وكتبقى في 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 امان. عندنا 30 بلوس 10 هي 40 40
الا مشينا هنايا بشحال 60 65 انا جبان ليا ان هاد لا سوليسيون مزيانه خاصنا نزيدو هيد لاوات داب نزيدو لاوات وصافي. اخيرا اعضاء الفريق قدروا يتفاهموا على مكونات الدرع في الوقت للفريق الاخر ما عرفتش واش لقى شي فكره جديده. شوف هذه الثمن ديالها اصلا 25 درهم علاش ما نمشي كارطونه علاش غندير واحد ديال 30 درهم هذه واش كندير حنا سلمى مزيان تبان دابا واش كتبغي لحد الساعة الفريقين مشاو في نفس الاتجاه واستعملوا نفس المواد الكرتونه والتبن. انا كنظن واخا هكاك بوغ دي ميزور سيكوريتي نشدو هاد زعما غطي ما غاديش لا ماشي غطيو نحطو اللواط لا ماشي اللواط نحطو هذا نخدموا سكوتش ونردوا هذا اولا نديروا المقاع هذوك دابا الا خدمنا السكوتش واش غتخسر هذوك حسن على هذوك. طه باغي يزيد حد من المخاطر واش هادشي ماشي بزاف طه لان واحد الهاجس انه يقدر البيضه ملي تضرب تخرج دوك خصنا نكوفريو البيضه ديالنا باش تبقى لنا الداخل. والحاجه الثانيه هو انه بغينا اننا ما نضيعوش لي ماتيريو ديالنا في لا سوبرفيسي كلها بغينا نكونسونطريهم غير في المكان اللي تقدر تطيح فيه البيضه. هنا يعني ها دابا خصنا واخا هكاك القطن كيبان القطن يقدر الا ضربت فيه يتهرس كنقترح نزيدو شي حاجه من هادو باش نتهناو لا نزيد فوق القطن لا وسما كنظنش رطب غادي رطب ولكن ما خصك تحل وتنفشو زيد زيد كوش خلي هذاك التحتاني مزيان وهذاك نفشو هذاك نفشو اي هذاك الا بغيتي نفشو باش يزيد امورتي لوش. الشباب وقيل نسيت وتحسبوا الاثمنه درنا في الاول غير جوج ديال هذوك جوج ديال الحبات فاش حطيناهم بداو ثاني كان بان لينا في الجناب خاوي وهذيك البيضه فاش غطيح خاص ضروري داك القطن يكون شويه كثير يعني خاصنا نزيدو في الجناب ونزيدو في الوسط قلنا نزيدو وحده اخرى ثاني يعني غيكونوا ثلاثه فاش زدنا ثلاثه لقيناهم ما كافينش يعني خصنا ضروري نزيدو الرابعه وزدناها زيد شد عليه زيد اخي اسامه كل ما ضيقتي كل ما مزيان بيبي سا سوف با يا ربي تصدق قلت يا ربي هذا الشيء يصدق حيت كان عندي واحد التخوف واخا تشوف ان داك الشيء غادي يصدق لك واخا كل شيء ديما تيكون عندك واحد التخوف. كملتوا الدرع ديالكم؟ كمل الله متاكدين من الدرع ديالكم اي حمي البيضه لا تلاح من جوج متر ان شاء الله نتمنوا عشان نجربوهم دابا شويه. ودابا جا وقت اللحظه الحاسمه نجربوا الدرع اللي صايبوه المشاركين. متايقين في الدرع ديالكم؟ ان شاء الله بسم الله فاش ياسين بغى يلاح هذيك البيضه ما لاحها ما شدها كل ساعه كيقول شدها وعرفتي انا كنقول ولوحه ها العاريه ما لوحه بغيت غير هذيك البيضه تطيح نشوف واش بيوقع واش غتهرس ولا ما غاديش تهرس بغى يلاح تصدق ثلاثة جوج واحد فريكم واش ترسات ولا لا؟ لا لا ما تهرسش ما تهرسش يا مخي دابا تكرر في الحقيقه ما سمعناش حتى وصل بوكلي يا مخي دابا الصوت كيجمع بيها البيضه ديالكم ما تهرساتش تمنى بعد 10 نقاط ديال ان البيضه ما تهرساتش بقى لينا غنشوفوا ليكيب الاخرى حتى هي شنو غديروا والكمال مع عند الله نفس المسافه بحال الفريق الاول تمنى جيبها شويه في الوسط عافاك حبيت ما تيقش في الدرع ديالك لا جيب مزيان جات في الوسط هادشي اللي بغيت نقول خلعتني ديك البيضه ما عرفتش علاش علاش حيت دابا كت شي حاجه غادي واخا قاعد تحسب ليها تحسب ليها المسار ديالك متعلق بالبيضه واش تهرس ولا ما تهرسش متخوف من حاجه وحده كنت كنخاف ان البيضه تبومبا وداك الشيء دار لي شي شويه ديال لو سسبانس قبل ما يلوح ياسي ثلاثه بسم الله جوج واحد حافظ الله يس يس ما عرفتوش واش لا لا ما لا 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 هي ضربت شويه ولكن ما تبومبات
بومبات ياسين كتخلعنا كاين شي اومليت تما ولا شي فلوس البيضه ديالكم ما تهرساتش وي وي برافو حبيب الحاجه اللي طارت الانتباه ديالي كيفاش سبحان الله الصوت بيضه ضربت ونقزت ما تهرستش ما تهرستش هذيك انا عمري شفت شي بيضه كتنقز ما كتهرش غريبه زعما مغربه والو المواد اللي استعمل الفريق المنافس كانت قادره انها تحمي البيضه ونجحوا في المرحله الاولى من التحدي كيف ما نجحتوا حتى نتوما ودابا جا الوقت نعرفوا شكون الفريق اللي صايب الدرع باقل تكلفه مقاوي بغيت نمشي بعيد تبارك الله عليكم كملتوا التحدي السادس ديالكم الفريقين بجوج تمكنتوا باش ديروا درع اللي يحمي البيضه دونك لا الفريق الاول لا الفريق الثاني عندكم 10 نقاط على البيضه ديالكم ما ترسلش بالنسبه للكلفه ديال الدرع الفريق الاول كلفه ديال الدرع ديالكم 56 درهم الفريق الثاني كلفه ديال الدرع ديالكم 50 درهم وبالتالي الفريق الثاني تتحصلوا على 5 نقاط اضافيه دونك في هذا التحدي التنقيط هو كالتالي 15 نقطه الفريق الثاني 10 فقط الفريق الاول وكما تنساوش باقي نقطه الاداء اللي تعطيها لجنه التحكيم النتيجه ديال التحدي الحمد لله نقطه مزيانه اللي غادي تحفزني وتخليني نطمع اننا ناخذ مرتبه تكون مزيانه وبعيده على المراتب الاخيره ان شاء الله دابا سيروا ترتاحوا هذا عندكم مرور امام لجنه التحكيم تفضلوا مع السلامه لحظة الحسم وصلت المرور أمام لجنة التحكيم وككل برايم إضافة للحكام الدائمين سلمى بنيس سمير بن مخلوف وناصر كتاني كصادفوا اليوم حكم رابع عدنان عديوي رئيس المركز المغربي للإبداع والمقاولة الاجتماعية عدنان عديوي رئيس المركز المغربي للإبداع والمقاولة الاجتماعية ومقاول اجتماعي كنخدم مع مجموعة ديال المقاولين والمقاولات في المغرب وخارج المغرب والهدف ديالي كيفاش نساعدهم بأنهم يوصلوا من نقطة ألف لنقطة باء حكم الشغل ديالي اكثر من 10 سنوات مع عشرات الالاف ديال المقاولين والمقاولات من الضروري بانهم يشوفوا بعيد ويفكروا كيفاش يمكن لهم يعطيوا واحد القيمه مضافه وتحل المشاكل الاجتماعيه يمكن لها تحسن المستوى ديالهم الدور ديالي في لجنه التحكيم مع مجموعه الاعضاء هي نوجههم نعطيهم الاسئله اللي هما قد يكونوا قاصحه لان القاص احسن من الكذاب وشحال ما كنت شي واحد عطيتي من الوقت ديالك باش يمكن له هو يحسن من راسو اذا مزيان كنتمنى مجموعه المشاريع بانهم يخدموا مزيان ويمشيوا بعيد وان شاء الله باش المغرب كامل يمشي بعيد تاهو من بعد ما سالت المهام والتحديات كتبدا الحكايات ديال كل مقاول وراء هذا الباب البدايه مع هبه اللي جايه من التحدي كلها عزم وثقه هبه مساء الخير مرحبا بك في الحلقة السادسة ديال البرنامج بغيت نمشي بعيد هذا الأسبوع كان عندكم واحد تحدي وكانت عندكم واحد لا ميسيون ديال التشغيل بغيتك تعاود لي كيف داز الأسبوع ديالك كيف داز داك لا ميسيون ديال التشغيل وكيفاش تقدمت الاستراتيجية ديال الشركة ديالك وفي بارتيكولي في هذا المجال ديال التشغيل كأغلبية المقاولين حتى أنا كنت من المستخدمين وبزاف النقط ما كانوش كيعجبوني هذوك النقط هما اللي كنعتمد عليهم اليوم في الشركه ديالي من اجل تحفيز ديال المستخدمين ديال شركه اش كيدز اول نقطه هي التدريب والتاهيل هذه النقطه كنعتمد عليها مع لي بلو كما كتعرفوا في الشركات الصناعيه كتكون مقسمه ما بين لي بلو اي لي وايت لي وايت هو ليكيب ادمنستراتيف يعني القسم الاداري اما لي بلو هو القسم الانتاجي اللي كيهم لاتوليي ولا ليوزين كل المستخدمين في شركه اش كيدز الحاجه المهمه عنده هو لو كليون خاصو يكون ساتيسفي اما بالنسبه لي وايز فحنا كنعتمدوا على ثقافه الانتماء خصوصا مع لي كولابوراتور استراتيجيك اللي غادي يمكنوا من الشركه باش يوصلوها دوك الاهداف الكبيره اللي هي راسمه ليها كيفاش طريقه الانتماء عن طريق تمكين هاد لي كولابوراتور من دي زاكسيون شركة عند الوصول اي الاهداف الكبيره اللي رسمات تري بيان شكرا
الحاجه قلتيها انا ما متفقش مع هذه الفكره ديال مقسمه الناس جوج وايت كولرز وبلو كولرز. هذا سيستم عالمي هذا ماشي انا اللي اخترته. سيستم عالمي قديم باش نتفاهموا علاش حيت دابا حنا هو جديد دابا غير واحد درتي بواحد الطريقه ديال ها شنو كاين هذه ماشي صحيح هذه دابا حيت العالم كيتبدل الا بغيتي تخلقي واحد المحيط ايجابي فين اي واحد يفتخر بانه يكون كينتمي لاشكيتس راه ما خاصش يكون واحد الفرق ما بين هذا فوق وهذا التحت هذه الملاحظه الاولى. يعني بالنسبه لك كونطابل يقدر يدير فابريكاسيون دابا ماشي يقدر يدير الطريقه كيفاش انت كتقسميهم ملي شرحت على البلو كالرز وايت كالرز يعني كنهضروا على المهام على لي طاش ماشي هذوك راهم عندهم دي زافونتاج على الاخرين هو فهمها بهذه الطريقه وما بغيتش هذا الميساج يدوز بحال هكا. ديما شحال عندك الناس خدام موظفين معك؟ سبعه ديال الناس. نعم بيرمانو وي كونو ولكن باش نكون واضحه باقين يلا غندير معاهم دابا كونطرا دانسيرسيون اوكي ابري عاد باش غادي ندوزو لو كونطرا سي دي اي لانه كنتسنى خدام على لو فينانسمون كنتسنى في لا تريزوري تكون عندي اون موا واحد اونتر 3 و 6 مو دو سالير ديالها. داكور دابا عندي واحد السؤال الا جاو عندك جوج ديال لي كانديدا في لي زونتروتيان وعندهم ليكسبيريونس وحده وعندهم انفورماسيون وحده بحال بحال كيفاش غتفرق بين واحد وواحد وشنو هما لي ريزون اللي غادي يجعلوك تاخذ هذا وماشي هذا؟ سورتو لو دوغري دو موتيفاسيون واش هذا الانسان عنده هذاك لا موتيفاسيون اسي باش يدخل معنا ليكيب ويمشي معنا. كيفاش كيفاش غنديرو هذا جوجمنت؟ كلشي غادي يقول لك انا جو سو موتيفي. هو كنعطيهم فرصه ضروري نعطيهم فرصه وفي لو تيغان كيبان ليا. يعني كتاخذيهم بجوج وعاد كتجربيهم؟ وغادي ناخذ واحد. لا لا دابا كيفاش تعرفي كيفاش غتميزي ما بين واحد ولا كيفاش تميزي؟ هو كاين شي حاجه اللي سميتها لانتويسيون ديال لونتربرونور. اوكي هو اللي غادي يقنعني اكثر في لانتويسيون ديالي هو اللي غادي ناخذ. هبا شكرا الوقت ديالك تسالى ونشوفك الاسبوع الجاي. ميرسي سلامة. حاجه وحده اللي ما عجبتنيش اليوم فريمون هي ليشانج كلا يو افيك عدنان باسكو او ليو دو دير ميرسي غنفكر فيها دخلت في واحد لا باتاج ديريكت كي نيتي با سا سي تي با نيسيرمون. هي فاش كتكون سور على ان عندها الحق ما تطلقش حيت ايفيكتيفمون صعيب عليها انها تقبل ولكن بنفس الوقت جو سوي سور بانها غادي دابا غادي تخرج وغادي تدور لها في الخوا غتقول كيسكو جي في. هبه عندها واحد القدرات في لي غوسورس زومان مجهدين حيت عام ونص وسبعه ديال الناس كي لا ريكروتي ومازالين معاها موتيفي وعندها واحد داك لانتويسيون تري بوسي وكنظن على انها غتكون من المقاولين الكبار في المغرب لان الطريقه باش كتجيب الناس وكتخليهم عندها راه هذه من المهارات. تيدري ندوزو تسكات. كنظن بان هبه قدرت دوز العرض ديالها مزيان واخا كان شويه التوتر بينها وبين عدنان. نيكست دابا جا الدور ديال سيف اللي جاي يقدم الخطه ديالو لتعزيز الموارد البشريه. غادي نعززوا الفريق بسبعه ديال لي نوفو مومبر ولا لي نوفو كولابوراتور كل واحد ديدي لواحد لا ديفيزيون وغنزيدوا اون نوفيل ديفيزيون اللي هي الماركتين بي تو بي يعني باش نزيدوا البراند اويرنس على البرودوي ديالنا باش نعرفوا ان البرودوي ديالنا هو داخل ولا سي ان نوفيل اونترون في المارشي يعني خاصنا نخدموا على هذا الجانب هذا انه نديموكراتيزيو ليدي ديال ان اليوم نقدروا نستعملوا دي زاكلو اولا واحد لياجور مصنوع من واحد من البلاستيك. انا بغيت نسولك سؤال كيفاش تقدر تسير هاد الناس هادو كاملين وتسير الشركه ديالك وانت مازال ماشي فوكس 100% يعني الوقت ديالك ما مكرسوش 100% الشركه ديالك نزليج انفيد اليوم بحال قلتي جما دابت يعني جو سوي تري تري فليكسيبل دابا فين كنشتغل وايضا فين المجال فين كنشتغل كيخلي لي هذه الحريه هذه فين نقدر نخدم في زليج. الحضور ديالك في الشركه ديالك مهم جدا حيت كاين واحد المثله الفرنسيه تتقول كونت لو شاني با لا لي سوري دونس راه بصح الا شافوا بانك انت توي بارت تايم صافي يعني انت تو ني با اونجاجي. سيف الدين سمعتك بغيتي قلتي غتونجاجي سبعه الناس
pour le développement là, pour le scale up غادي نونجاجيو سبعه ديال الناس جداد. عندك البيدجي ديال سبعه ديال الناس ريكروتي pour le développement لاقاش خدمنا على لا استراتيجي الحاليه حنايا شنو كاينين اي لا استراتيجي في لو لونغ تيرم. لا انا سولتك سؤال, واش عندك البيدجي, واش عندك الفلوس باش تريكروتي سبعه ديال الناس؟ فاش غادي نديروا لا استراتيجي ديال الديفلوبمون غيكونوا عندنا الفلوس بيان سور باش نريكروتي. دونك دابا tu n'es pas en train de recruter سبعه ديال الناس؟ لا لا aujourd'hui on n'est pas en train de recruter. دابا هاد يونس كيفاش كتيفالوي لا بيرفورمانس ديالو دابا؟ حيت انا دابا واحد لو كونتر ميساج اللي كنسمعوا سكو لا فوا عندك ست ناس باغي تريكروتي واحد اخر بغيتي دو بي تو بي مازال دي جون كي سون با فوكس اي سا سي سا ريلاسيون بالفلوس. دابا هاد يونس هذا كيفاش كتيفالوي لا بيرفورمانس ديالو؟ واش عندك شنو هما لي زانديكاتور؟ حيت الا كان هو ريسبونسابل كوميرسيال دونك يفو كي غامين دي كليون دو لارجون سي سا. حطينا تمايا دي كي بي ايز كوميرسيال هما في لو طابلو دو كي بي ايز دي سايي. كيفاش نيشان عندنا ان داشبورد مزيان يونس ومع جاد عندنا ان داشبورد دو سويفي فين باغيين نوصلوا شنو هي لا برودكسيون ديالنا اليوم. مثلا كتحطي لو بجيكتيف مثلا حتى اليوم قدرنا اننا نديروا 80000 ديال شيفر دافير بوندون دو موا يعني بهاد لا برودكسيون. دابا انا غير يونس دابا يونس شنو هو لوبجيكتيف اللي عنده في الشهر وهاد لوبجيكتيف كيفاش تقدر تيفالوي هاد يونس هذا اللي هو غير سنو كوميرسيال عنده دي زوبجيكتيف كي سون شيفر في الشهر شحال خاصو شحال خاصو يبيع وما عطيتيش ليه شيفر مش المهم صراحة سي عدنان جاني في الأسئلة ديالو كيحاول أنه يتشالنجينا كيحاول أنه يخرج ما أمكن لي زانفورماسيون منا وأيضا سولني بعض أسئلة تقنية اللي ما نقدرش بيان سور أنني نديفواليها ولا بعض الأسرار اللي ما نقدرش أنني نجاوب عليهم دوفون تو الموند. نشوفك السيمانة الجاية إن شاء الله سي تبارك الله عليك. عدنان أنت النهار الأول اللي جيتي كيفاش شفتي سيف اليوم؟ كان المشروع مزيان بان لي بان الفكره مزيانه ولكن كانوا مجموعه ديال المواضيع اللي ما كانوش موضحين بزاف وبان لي بان ما كاينش واحد الواقعيه في الارقام. وملي سالتي على السؤال ديال واش عندك البيدجي واش عندك الفلوس هذا انا صراحه صدمني شويه الجواب ديال ما ملي ملي غنوصل ليها وداكشي انا شويه زرت في هادشي ديال عندك واحد كوميرسيال ديجا كيفاش كتحاسبوا هذا الا ما عندكش انت لي زانديكاتور كيفاش غتجيب ثلاثه الناس اخرين ولا كوميرسيال ولا ماركتينغ وانت اصلا القضيه ماشي حتى لو شوا ديال ندير دابا الماركتينغ وخصو يبيع il est pas à 100% كيفاش بغيتي يبيع بحال انا بان لي بحال لي واصل فواحد لو بوين دانفليكسيون اللي خصو اما غادي تزيد تكمل في هذا المشروع ولا غادي صافي حيت خصو دابا خصو يدير لو ديفلوبمون. سيف مازال ما حيدش داك الكاسكيطه ديالو ديال فين خدام دابا ديال لاكومبانياتور وبغيت نشوفو السيمانه الجايه محيد هاد لاكاسكيط. تري بيان تيتارلين دوزو تنقيت دوزو تنقيتك على ما كيبان سيف ما قدرش يقنع لجنه التحكيم بالاستراتيجيه ديالو. نتمنى هذا الشيء ما ياثرش ليه على التنقيط. نكست ودابا الدور ديال محمد عرحال اللي نتمنى يكون مقنع اكثر هذه المره. السلام عليكم. السلام. وبالنسبه للقضيه ديال الريكروتمون بما اننا يلا بادين طبيعي الحال غادي ناخذ بزاف لي طاش اوطون كو جيرون وسيرتو الطاش ديال شراء المواد الاوليه اللي خاصنا وغادي تكون عندي اسيستونت والاسيستون ماشي مشكل و شارجي كوميرسيال والماركتينغ ويكون شاف ديال لاتولي. الشاف ديال لاتولي غيكونوا معاه دو تيكنيسيان اللي غادي يديروا لا فابريكاسيون ديال لي بيس وتيكنيسيان اللي غادي يدير لاسومبلاج. هادشي باش غادي نبداو في الاول ومن بعد غادي نكريو بوست ديال لابروفيزيونمون وديال لاشا وغيكون عنده اسيستون ديالو غادي نكريتيو ريسبونسابل كوميرسيال وغيكون الاسيستون ديالو حتى هو كوميرسيال ونفس القضيه بالنسبه لاتولي غادي نزيد نكريتيو شي واحد اللي غادي يعاون سيرتو او نيفو اسومبلاج. والناس اللي غادي يخدموا معنا ان شاء الله غادي يكونوا تيبغيو الميتي ديالهم وتيبغيو الكونسيبت ديال اسولار يعرفوا انهم حنا كنخدموا شي حاجه واحد الفالور كبيره ان لا بروتيكسيون ديال لونفيرونمون وكنعاونوا في ليكونوم ديال البلاد. حسبتي باش تخدموا باش تخلصوا؟ باقي ما شفتش. انت بديتي تخدم الناس قبل ما تحسب؟ لا انا ما خدمتش الناس دابا. كان اونتروتيان راك عارف هذيك باش تخلصوا ولا ما كاينش ثلاثة ديال الدقائق. انا عمري ما شفت في حياتي شي اونتروتيان داز ثلاثة دقائق ما عطيتيهش حتى فرصة. حيت بان من الاول علاش نضيع معاه الوقت بان من الاول ما خاصنا شي واحد عنده خبره عنده باقي يلاه تيقرا كون هي دوزي ستاج على الاقل في داك الشيء اللي بغيت انا اللي محتاج ليه غادي نكمل معاه. انا شفت الكانفا ديالك بانت لي داك اسيستونت دو ديريكسيون بغيت نفهم هذاك الاو علاش
واش لي زاسيستون دو ديريكسيون تيكونوا غير عيالات؟ هذا هو المفهوم اللي عندك؟ لا ماشي هذا هو المفهوم اللي عندي، حيت دابا هادشي اللي كاين تيبان لي اغلبيه لي زاسيستون تيكونوا اسميتو تيكونوا اناث، وحيت هما هادشي معطي ليهم فهمتي القضيه ديال الاورغانيزاسيون وفهمتي بزاف د الحوايج، يعني راه بوست حساس وكبير جدا. وريني هذاك لو بوست اللي درتي لا ديسكريبسيون ديالو ملي عطيتينا الديتاي، هضرتي في المسائل ديال البيع، غادي يشوف ان كليون غادي يشوف ان كليون غادي يشوف ان كليون، علاش ما سميتيهاش ديريكتريس دي فونت ولا كوميرسيال او لا ريلاسيون كوم ديريكتريس كوميرسيال؟ صراحه انا قليل في كنتصير ولكن زيروني غير باش نقول لك الله يخليك، من واحد ما يبقاش يولي مدير اكثر من راه باغي تنمي هذه المقاوله ديالك، راه ما يمكنش يكون عندك الخدم والحشم قبل ما يكون عندك لا برودكسيون. مش هادي نيتافك بديت كنسمعهم تيقولوا شي حاجه انا اللي ما فياش ما فياش ما يمكنش، واش انا باغي ندير بيزنس باش ندخل فلوس باش عندي اهداف خاصني نخدمها ولا شي حاجه ماديه ولا بريستيج ولا شي حاجه لا علاقه؟ انت كتقلب على شي واحد كوميرسيال كاين لا كاين سابو اتر ان نوم كوم سابو اتر اون فام. اوكي دونك زول هاد القضيه ديال اسيستونت. انا اسيستون غلط فيها، يمكن نقولوا سيكريتير ملي كنقولوا سيكريتير. لا دابا نسى هادشي كنكفس، دابا حنا شنو فهمنا عندك؟ كتقلب على كوميرسيال. انا كنقلب على كوميرسيال او ميم طون كوميرسيال او ميم طون كيما انا. شنو البيدجي ديالك؟ الكوميرسيال خدام الكوميرسيال دابا نلقاه لك يعطيني. شنو البيدجي؟ 3000 دابا في 3000 درهم، انت كتشد 3000 درهم في الشهر؟ انت انا محيد، انا ما كنبغيش نشد. ما يمكنش خصك تاكل، خصك تاكل ولكن كنساهم بداك الشيء باش لاسوسيتي ديالي. لا ساميه دابا انك انت خاص الشركه تدخل فلوس باش انت تعيش منها، عاد دير زائد، ما ديرش زائد وانت غادي بالناقص، حيت العجله ما غتدورش. داكور ميرسي شكرا. لجنة التحكيم ما بقاتش متساهلة مع محمد، هادشي اللي غادي يخليه يكون في وضع صعيب ويخمم ألف مرة قبل ما يقدم العرض ديالو. الوغ الأصدقاء شنو كظنوا في سي محمد؟ أنا جاني جبني الله ما عارفش راه شنو تخاصو، فهمتي ما بركش، ها خصني سكرتير، ها خصني أسيستونت، ها خصني اللي غادي تعاوني، خصني بغدغوا، خصني ندير قالها، فهمتي سيدي، إي با بخيسي ما عارفش. باغي يكون مدير، مدير وتكون عندك سكرتير ديالو صافي. كتيبة. كتيبة. قالها في الاخر سيتي داك ستيروتيب ديال عندي المكتب والكتيبه فهمتي. انا كنظن ما وصلش لو بوان في خصو يزيد مع شي واحد اخر. اول حاجه ما عنده لا بيدجي، ثاني حاجه ما عندوش واحد المدخول ريكورون، لانه راه فاش كيقول 3000 درهم انا كنت بغيتو يسمع يقول نعطيه دو مومون كو كوميرسيال، يقول لك نعطيه بيتي سالير و بورسونتاج سور لو داكشي اللي كاين المبيعات. هو ما جبدهاش 3000 درهم زعما بحال حتى موظف. شوف كترجع للسكرتير، انا قلتها له قلت له راه كتقلب على الخدم والحشم. متفق معاك تيضري ندوزو ياك تلقيت. نيكست. دابا الدور ديال سلمى ولطيفه اللي مرحله المرور امام لجنه التحكيم باقا كتوترهم. حنا فاش يلاه بدينا انا وسلمى كنا كنديروا كل شيء، ولكن مع الامتنان كتطور والفريق ديال العمل كيتزاد. دابا عندنا ثلاثه ديال لي سيرفيس، سيرفيس الكرياسيون، سيرفيس البروديكسيون، وسيرفيس ديال كوميرسياليزاسيون. في المراحل الجايه غتزاد عندنا سيرفيس ديال لا كونطابيليتي، وبالنسبه للسيرفيس ديال كوميرسياليزاسيون غتكونوا فيها جوج الناس عوض شخص واحد. وكيفاش غادي نطوروا هاد الناس اللي غادي يخدموا معنا؟ اول حاجه غنديروا لهم تكوينات، ثاني حاجه هي اننا غادي نشوفوا الافكار ديال الناس اللي كاينين على برا كيفاش كيطوروا الفريق العمل ديالهم، غنحاولوا اننا نطبقوهم على مشروع امتنان. وكذلك هاد الناس باش يكونوا نشيطين معنا ديما في الخدمه، باش يكونوا محفزين، غادي
باش ان هاد الناس يكونوا يكون عندهم واحد التحفيز في الخدمه ويكونوا ديما نشيطين، غادي نديروا لهم واحد الالعاب اللي تكون هي العاب جماعيه، منها نعرفوا بعضياتنا، منها نطوروا المهارات ديال الفريق. تجمعوا عليا الافكار كاملين، فكره جات مع فكره صافي حبست بحال دماغي ووقف، ما عرفتش مازال شنو غنقول، عرفت راسي لا الا هضرت ربما غنبي نزيد نخربق، والحمد لله عتقاتني سلمى بحال ديما، يعني انا وياها في كل مره وحده كتحصل راه كتعتقها الاخرى. حنا مازال ماشي خبراء في هذا الدومين صراحه، ومازال محتاجين اننا نتعلموا فيه اكثر، وان شاء الله ننتظروا منكم نتوما تعطونا بعض النصائح اللي تقدر تفيدنا في هذا المجال ديال ريسورس ايما، حيت صراحه ما عارفين فيه والو تقريبا. انا بغيت نقول لكم برافو بعدا واحد القضيه باش نبداو، برافو باسكو قلنا لكم واحد عطيناكم ان ميساج لا ديرنيير فوا واحد النصائح، واليوم تشوفوكم بوينتنا وتقول لكم برافو vous avez compris la marque ديالكم ولو براندين ديالكم vous êtes en train de construire برافو. بحال هاد السيمانه انا جو سوي ديسو جيتي ما لابسينش بحال شنو وقع، بالعكس راه خصكم تبنيو على هاد القصه ديالكم وتكونوا دي انفلونسوز يعني مؤثرات. انا تنظن بانه هذيك هي اللي تخلي الناس يعرفوا شكون هما امتنان وشكون هما لطيفه وسلمى، مزيان تخليوها. انا بغيت نهضر لكم على ستوري تيلين. واش فكرتوا في هاد لونتروتيان هذا انكم تبنيو لو ديسكور ديالكم، تبنيو هاد ستوري تيلين ديالكم باش تجذبوا هاد المهارات؟ فكرتوا في هادي ولا لا؟ صراحه ما فكرناش فيها. الله يخليكم، الاسبوع القادم اجيو لنا قصه بغيتكم تبداو البيتش ديالكم واخا موضوع اخر، شنو بغيتكم تقنعوني بانني نشري من عندكم وباش نخدم عندكم. اول حاجه نورتي هذا البلاطو هذا النهار، شكرا الله ينور. لحد الان شحال عندكم الناس خدامين معكم؟ كاين عندنا السيد اللي مكلف لانفوغرافي، وكاينين عندنا دي برودوي في الكروشي كتخدمهم واحد السيده. هاد الناس اللي كتخلصوهم كلهم هادو في لا برودكسيون؟ في البرودكسيون الانتاج. وفي لا كوميرسياليزاسيون غير نتوما بجوج ولا شكون فيكم كيعمل لا كوميرسياليزاسيون؟ كاينين حنايا بجوج، ولكن في القريب العاجله تدخل معنا واحد السيده اخرى. وعلاش كتظنوا خصكم تزيدوا واحد الانسان اخر؟ حيت الخدمه غادي وكتكثر علينا. وعملتي واحد البيدجي باش غتخدموا هاد الناس؟ حنا عندنا فكره ان غنجيبوا في الاول غير ستاجير، وهذا ستاجير ممكن نقولوا ليه باش ما بعتي بزاف، باش ما حنا كنديروا معاك واحد البورسونتاج. قطه مزيانه هذه، سورتو شركه يلاه كتبدا يكون بحال دابا كل بياسه كتبيع نعطيك نحصل لك ودا تعمل السالير قليل والفاريابل يكون كبير. تبارك الله عليكم، شكرا لك يا عمر بي. السلام عليكم. انا جو ريست سور ما فان، حيت هذا البروجي هذا فيه بوكو دو بوتونسييل، ومازال ما طبقوش داكشي اللي كنقول لهم ايه هوي جا وتلبسوا بحال بيرسونال براندينغ مزيان مزيان، ولكن الاساس فين هو؟ فين هو داك لو واي؟ كيفاش غتبيع لهذا الواحد اللي ما قلتيلوش انا جاني الواد تايمه وانا راه كنخدم العيالات في الفيلاج ديالي، شكون غيمشي يخدم عندك في ولاد تايمه؟ هما راه نجحوا في لا ميسيون، راه نجحوا، وانا جو سوي سيغ بانه عندهم الكفاءات باش يسيروا هذا المشروع. لا ميسيون دي ريسورس زومان شفت بزاف ديال واخا ما عندهمش تجربه مزيانين، اول حاجه تيخلصوا الناس اون فريلانس، تادير ما عندهمش دي سالاري، ما عندهمش شي حاجه اللي متقله لهم الشركه ديالهم، وهما كيديروا ميتيبلطاج، دونك عندهم التكنيك وعندهم لو كوميرسيال. دابا فهموا على انه لو كوتي كوميرسيال عندهم نقص وغادي يزيدوه، وتيخموا كيفاش يديروه دو مانيير بحال فريلانس ولا اون فاريابل، دونك عندهم لي بون نوسيون باش يزيدوا القدام ويمشيوا بعيد. انا فرانشمون زعما دابا سوفا بالنسبه لي سي لي ميور بارابور ليكزيرسيس، ليكزيرسيس ديال درنا ميزور سيتواسيون وجدنا الاسئله وحنا واخا حنا ما عارفينش، تفكرنا كيفاش كنا كنديروا شحال هادي، تمرين تعلمنا منه لي ريسك، هادو هما سي لي بون ريفليكس مع ان بو دو دونكادرومون باش يتقاد مزيان ديك مع توت لي. جو بونس كاين بوتونسييل انكرويابل كبير بزاف اليوم، اللي بوتونسييل سي دارين جوج تنقيت نقيت كونوا سخيين ياك ما تحشموش. الواضح ان لجنه التحكيم راضيين على الاداء ديال سلمى ولطيفه، من غير سلمى بالنيس اللي متشبته يعاودوا لها القصه ديالهم، دابا ما عليهم غير يبداو في كتابه السيناريو. نستقبلوا محمد السوغي ونشوفوا واش غادي يحافظ على المرتبه الاولى اللي حصلها الاسبوع الماضي ولا لا. بقات شهرين فقط كتفصلنا على الانطلاقه الفعليه لخدمات بوغو. في المرحله الاولى غادي يكونوا عندنا 30 موطو، غادي نحتاجوا اجون بوليفالون وشارجي كليونتيل. هاد لاجون بوليفالون او اجون بوغو عنده ثلاثه ديال المهام الرئيسيه،
اول ما تيبدا الخدمه ديالو تيقوم بواحد الجوله تفقديه على توت لي ستاسيون بوغو باش كيتاكد من ليطا ديال لي فيكول ايطا دو بروبروتي وديال ليطا ميكانيك ديالهم باش من بعد كيلتحق بلاتوليي يصلح ما يكون اصلاحه من ناحيه الاعطاب الا كانوا شي اعطاب. بالنسبه لا ميسيون اللي قمنا بها اليوم فانايا استقبلت واحد الشاب اللي بين لي على الطموح ديالو ولكن مع الاسف ما كيلبيش هذوك لي كونديسيون اللي حنا طالبين. حنا طالبين ان الكتروميكانيسيان وهو طالب في السنه الثانيه دوزيام اني ايكونومي. فانايا بغيت نعطيه فرصه وقلت له فوالا تقدر تلتحق بلي زاتولي ديالنا وتاخذ خبره على اساس من بعد تقدر تخدم معنا في لي جور فيري كوم جوب ايتوديون وفي لي كونجي. شكرا سي محمد. يمكن ندوزو للاسئله. انا عندي واحد السؤال باش نبداو. انت عاد بغيتي تبدا الشركه ديالك مازال ما تلونسيتيش وبغيتي تبدا بان اجون بوليفالون قبل ما تبدا بالناس اللي غادي يمشيو يبيعوا لي سيرفيس ويكونوا عندك دي كليون. بغيت في الحقيقه باش حنايا نديروا واحد السياسه تسويقيه في ديك لي مونطو قبلتهم بيان سور. حنايا من الان بدينا في لي ريزو سوسيو وفي لي ديفيرون سيستيم دانفورماسيون من اجل الدعايه ولكن فكرنا نشوفوا واحد لاجون لي كون بوليفالون اللي غادي يقوم بمجموعه ديال لي طاش بواحد السالير معين ريسما ان شاء الله نكبروا انا ذاك نزيدو نكبروا لو ريزو ديال لي ريسورس هيومن ديالنا. النقطه اللي هضر عليها ناصر مهمه بزاف ديال البيع هو الاول في الجواب ديالك. دابا نفترض هذه الجامعه ما كايناش اولا الناس ما كيقراوش كيفاش ممكن لك انت تقلب على موارد جداد بشري اللي غيمكن لهم يلقاو لك اسواق مختلفه اللي غيضمن لك الاستمراريه ديال المشروع ديالك؟ انا في الحقيقه هذا السيناريو بحال هكا ما كنديرهمش في بالي وكان كينتظر مني انني نقول له عندنا دوطخ مارشي وانا ما نقدرش نكذب عليه ما عندناش دوطخ مارشي هذه الساعه هذه. عندي واحد السؤال لانه شفتك داك السيد اللي عملتي له الانترفيو ما جاكش داك الشيء اللي بغيتي شنو هو الهدف ديالك باش تلقى له شي حاجه؟ هو السيد ايكونومي وانت كتقلب على اجون بوليفالون اون فا دير تكنيك. انا كنحقتي سمير في الحقيقه لا الكوتش ديالي ولا حتى الناس ديال الاكاديمي عاتبوني على هذه المساله ولكن ما عرفتش انايا وضعت نفسي بلاصتو وتفكرت الله يعطيك الصحه الله يخليك. انت مقاول انت ماشي اجون سوسيال ولا غادي تبدا تعمل بلاصتك في بلاصتو ولا داك السيد جاي يخدم عندك غانيون غانيون انت تربح هو يربح ماشي هو يربح وانت كتخسر. حيت السي سمير حنايا في ليسبري بوغو ماشي بالضروره يكون في اونيفو تكنيك سي فغي في هذا الاول غادي يحتاجوا دي جون كونفيرمي دي جون اكسبيرمونتي ولكن في ليسبري ديالنا اي واحد قادر انه يتعلم حيت حنايا ما غاديش نأمبوشيوه حنايا فكرنا نعطيوه فرصه يتعلم هذاك غير تكوين عطيناه فرصه. الى هذا الاول لا لا انت ماشي مدراسه انت كتقلب على واحد السيد قلتي اجون عملتي اون فيش دو بوست اجون بوليفالون تكنيك جا عندك واحد السيد ما اجون ما بوليفالون ما تكنيك تقلب على واحد اخر ما جيت تبقى حال واحد لا بارونتيز واجي ونعلموك ويمكن وتصدق شي ماشي. سي محمد شكرا على الاجوبه وتبارك الله عليك فين وصلتي والى الاسبوع القادم ان شاء الله. الله عليك السلام. كما قلتي جاني غلط في قرار انه ياخذ انا جون بالي بوليفالون خصو يمشي للبيع كان خصو يبدا بلو شارجي كليون لو شارجي كوميرسيال ولا مات دايوغ ما عرفت ما فهمتش علاش ما عيطلو شارجي كليون خصو ياخذ ان كوميرسيال اللي يبيع ولكن المهم هو خصو يبيع في الاول لان عندك لي موطو عندك بزاف خصك تبيع ماشي حنا وصلنا لا ريباريسيون دو موطو الوغ كو مازال ما وصلناش للبيع واحد بيع واحد موطو جديد مازال ما بداش هو ياك مازال غادي يبدا ان شاء الله دابا شهرين راه قال في الاول راه دابا شهرين لما هادي سيكوم لا ماجورتي ديال لي بروجي كنشوف 10000 كنبدا لك من الاول بالتكنيك الريباراسيون لاسومبلاج الماتيريال حيت كاين واحد لو بي ديال ليكسبيرتيز ولكن ها هو عندي داكشي كامل محطوط ها هو لوزين كاينه ايوا. انا صراحه خايف عليه من عدم التجربه ديالو في تسيير الموارد البشريه مازال ما عرفش راسو على انه راه قضيه في المقاوله قضيه موت وحياه نقيد عليها هادشي ديال الموارد البشريه الى غلط راه المشكله ماشي فاش الغلط في الدخله المشكله كيفاش يخرج داك الانسان وكاين صعوبات اللي كيلقاوها الشركات باش الناس اللي ما كيكونوش منتجين للشركه تيبقاو في داك الشركه حتى كتغرق.
للأسف لجنة التحكيم وقفت اليوم على بزاف الملاحظات في مشروع بوغو، وهذا الشيء ما كيبشرش بالخير. وصلنا لآخر تقديم مع أسامة وطه اللي جاوا اليوم موجودين مزيان باش يغيروا المرتبة الأخيرة ديال الأسبوع الماضي. الحاجيات ديالنا اللي عندنا اليوم هما أولا أغادي في نوصل السوق رابيدمون، حاجة ثانية هو التسويق، الحاجة الثالثة هو الجانب القانوني، لأننا تأكسبوزينا كاين دي شوز بوزيتيف ولكن كاين دي شوز نيجاتيف. بعد حنا تواصلنا واحد 3 سنة مع واحد 10 ديال لي زيكول ولا تقريبا 11 ايكول من المغرب باش نشوف واحد العدد من لي كونديدا اللي وصل العدد ديالهم ديال 100 كونديدا في المغرب، واللي الحمد لله خرجنا معاهم بواحد 17 كونديدا اللي درنا معاهم تدريب وخدموا وعطاونا نتائج كبيره بزاف. ان شاء الله حنا اولين ندخلوا 9 ريكروتير غادي يدخلوا معنا ان شاء الله ديبي لاني بروشان اللي هما من المتفوقين ديال ديك المتدربين، والهدف هو اننا نوصلوا لهم الرؤيه ديالنا بيامنوا بها ويعيشوا معنا بنفس الحماس وبنفس الروح التجربه ديالنا، باش حتى هما واحد النهار ان شاء الله حتى هما الا علاش الله يديروا حتى هما التجربه ديالهم ويعيشوا في نفس التجربه. بالنسبه للميسيون ديال هذا الاسبوع، لو بوست اللي كان خصنا دابا في اقرب وقت هو انجينيور سيمولاسيون هيدروليك. المقابله كانت في واحد الجو جد ايجابي، مالوغوزمون ما قدرتش ناخذو حيت ما كيستاهلش لي كومبيتونس ديالو، هو تخرج من une grande école في la France ou un do MBA في لبنان، ولكن pour la partie simulation numérique avec des logiciels ما كيعرفش الاسم ديالو. دونك ا مومون دوني قلت بالنسبه لهذا البوست خصنا حنا شي واحد يكون اكسبير فيه باش دغيا نبوستيو ديفلوبمون نمشيو للمارشي في اقرب وقت. دونك النتيجه كانت اننا ما قدرناش ناخذوه في هذا البوست هذا، وخليت السي في ديالو في لا باز دو دوني بوتيتغ او فيتور الا كانت شي فرصه اخرى. انا ما كنعرفش المشروع ديالكم بزاف، كنت سمعت عليه من طرف الاخوه، ولكن واحد القصه قلت بان ابتداء من العام الجاي غتودخو معكم شي 7 ولا 8 ديال 9 ديال الناس. السؤال الاول واش عندكم باش تخلصوهم؟ ثانيا واش نتوما كتخلصوا راسكم؟ ثالثا حيت باش هاد الناس تخدموهم تعود في دقه واحده راه خاص يكون عندكم واحد البروسيسوس اللي هو يكون واضح، ماشي غير باش تجيبو. شنو هي الاستراتيجيه اللي عندكم ديال اون بوردينغ باش هاد الناس ملي يدخلوا للشركه من النهار الاول يحسوا براسهم اوبيراسيونيل؟ اكسيبون دونك شحال اللي قلطها، هاد 9 الناس راه دوزوا معنا اغلبيه ديالهم دوزوا معنا تقريبا واحد 6 شهور اون طونك ستار، وشفنا لي ريزولتا كونكري ديالهم، وهما مأمنين من المشروع ديالنا وليومنا هذا باقي هما معنا اون كونتاكت. في تسعود واش كاين شي واحد كيبيع شي حاجه ولا غير تكنيك هادو؟ كاين 3 ماشي انجينيور ماشي تكنيك، ثلاثة هما اللي ماركتين. شكون غيجيب الفلوس دابا؟ نشوف دابا انا من الاخر انا جاوبك على الفلوس. الفلوس منين يتخلصوا هاد الناس هادو؟ حنا دابا اون تران دو فيناليزي واحد لا ليفي دو فون. هاد لا ليفي دو فون ديجا حنايا ا بارتيغ ان شاء الله من 1 نوفمبر اون سرا بايي من عند الطارق بلينمون. تري بيان برافو. Peut-être même avant le 1er janvier de l'année prochaine, même début décembre, on va commencer à recruter. On a un délai, un deadline, les hua entre avril et mai de l'année prochaine. On a déjà notre stock. Donc, on a commencé à finaliser là où ça l'intéresse. On a des engagements avec les gens qui nous ont d'abord. On est en train de voir ou en finaliser. Donc, le classe tire des gens dans la cadre de levée de fonds. Mais c'est commercial, mais c'est vente. Pas du tout. D'abord, on a commencé à recruter pour le R&D. Yac, bien. السيد جاك وحسيتي به ماشي اغادي؟ لا، هاد السيد هذا انا فوقاش عرفت انه ما كيميتريزش لوسيل تقريبا جلس واحد 10 دقائق. شنو بقيتي كتهضروا عليه؟ بقيتي كتملس عليه؟ بغيتي شنو؟ هاد السيد هذا جا من فرنسا، ما جاتنيش انا ان شاء الله نعرفو باك نقول الله هو مسكين كيقول لي انا لا فيزيون ديالي جيت نعاون بلادي ونخدم وهذا وهذا، انا بيدي دخلت من بلجيكا للمغرب، دونك انا بيدي عايش في حاله، اون موا عملت مع الصواب 7 دقائق واخا الوقت لونتربرونور مهم، الوقت لونتربرونور مهم، ولكن في الاخر خرج فرحان وانا مش نتصل به ان شاء الله غدا ونوضح له. سي اسامه مزيان، ولاني انت ماشي جمعيه خيريه، ما تعطيش عاوتاني واحد ان اسبواغ فو، فهمتي؟ خص هذاك السيد يمكن تقول له شكرا جزيلا، ولاني راه ما يصلحلكش باسكو انا ما تعملش انترفيو واحد، هضرتي على 17 ياك، تصور عندك نقولوا 3 ساعات الوقت ولا صباح وخصك دوز داك 17، إلا بقيتي كل واحد كتقول له منين جيتي وفين ماشي وفين هذا راه ما تقضي شيء. شنو البيدجي اللي كان عندكم بوغ هاد لو بوست؟ لو بيدجي كان اونتر 15000 و 25000، هو طلب 20000، دونك انا لو بيدجي بو موا سي با ان بروبليم، وقلت له ديك الساعة 15000 25000 على حسب الخبرة ولا حسب الخبرة ديالو. هذا عاد تخرج ولا مازال؟ هذا عاد تخرج. وعلاش كيطلب 20000 زعما؟ ما شوية طالعة. ويطلب
نطلب لي غصان كل كيس دابا غير في الخلاصه نوحلوا نعطيوك دي زاكسيون انت بديتي كتفرق لي زاكسيون بارك الله عليكم ميرسي بوكو سلام لي زاكسيون القضيه اللي خايف منها هي اللي نبداو تقولوا غنجيبوا اربعه هنا وثلاثه هنا غيضيعوا الفلوس وهما ما عندهم استراتيجيه الموارد البشريه اللي محدده وكاين شي مسائل اللي يمكن لهم يعملوا لا سوتريتونس ماشي لازم يخدموا شي واحد يقدروا يوصلوا دونك هذه القضيه اللي خصهم ينتفعوا منها هو لا سوتريتونس سور دي بروجي بيان ديفيني ولكن بالنسبه للاغندي جو هذاك هو لو كور دو ميتي ديالهم دونك خصهم يركروتيو الناس وهذاك الشيء اللي خصهم يركروتيو غير خصهم يكونوا عارفين لي بودجي بعد حتى لو بودجي ما بين 15000 و 25000 وعلاش 15000 وعلاش 25000 وعلاش ماشي 5000 وماشي 50000 بغيت غير واحد المراحه وحده ان علاش كنزيد هادشي ديال جيم تشينجر لان هذا المشروع هذا يقدر يبدل بزاف ديال الحوايج الا ما كانش التصور ديالو باش يبدل وغيمشي غيبقى تكنيك هذا الامور عند اسامه وطه ما بقاتش واضحه واش تمكنوا من اقناع لجنه التحكيم بالخدمه اللي داروا ولا العاطفه ديال اسامه غادي تكون السبب تخليهم في المراتب الاخيره تنقيط نهائي ولا غادي يحسم لجنه التحكيم ديالنا مساء الانوار كي دايرين بالله الموضوع هذا الاسبوع غايه في الاهميه وشفنا بان المشاركين ديالنا بعض منهم الالمام ديالهم موضوع الموارد البشريه باقي فيه اشياء تعاود لهذا تنطلب منكم الى ممكن تعطيو نصيحه للمقاولين ديالنا وكذلك جميع المقاولين اللي في المغرب وخارجه كيفاش يخطوا استراتيجيه الموارد البشريه تكون مفيده للشركه ديالهم وكذلك تكون واقعيه سي ناصر انا قلت لكم واحد القضيه قبيله هو ما حدكم مازالين صغار تتاسسوا الشركه ديالكم دابا والناس الاولى اللي تيخدموا معكم من هما الكونتريبيول داك الاساس وي فون بارتي دو لا فونداسيون اللي دي كبروا معكم ماشي شي واحد غادي يجي ودوز معكم 3 شهور ولا 4 شهور ويمشي وتعاودوا خصكم تحترو اللي غادي الناس اللي غادي يبنيو معكم الشركه ديالكم والذي طوروها واللي في واحد المجال وهذه غادي تجيكم غريبه غادي يكونوا احسن منكم اللي كانوا في المجال ديالهم غادي يكونوا احسن منكم لانهم اللي غادي يجركم الفوق باش يمكن لكم تطوروا حتى انتم شكرا سي ناصر ودابا المقاولين ديالنا ندوزو الترتيب الاسبوع السادس من برنامج بغيت نمشي بعيد في المركز السادس ديال البرايم السادس معدل 8.67 سي محمد أرحال ممثل أسولار سلمى شي تعقيب أو شي حاجة اللي سي محمد بالكم باقي ما تعلمهاش باقي خاصو يخدم عليها وحنا في الأسبوع السادس نجانا سي محمد هاد السيمانة وثاني ما خداش الأمور بجدية أولا ما حزمش مزيان شنو الموظف المناسب للمكان المناسب يعني مشى فكرة أنه خصو شي واحد اللي هو أسيستانت دو ديريكسيون ألوغ كو عندو هو خصو دابا يدوز للتسويق هادي أولا وثانيا جانا حتى في لاميسيون ما خداهاش بجدية ففكرنا في الحلقة الأولى ما كانش فريمون دودون فوالا ونتمنى له التوفيق إن شاء الله السيمانة الجاية يعطيك ثر شكرا سلمى في المركز الخامس مجموع 11.42 سي محمد السوغي بوغو حقيقة ما تقلقتش لأن اللعب مازال مفتوح وأنا ما بعيدش في الترتيب الإجمالي على المقدمة ديال الترتيب يعني كيف ما كان نقوله في حنايا في ألعاب القوى لا كورس ما كتسال حتى لا ليني داريفي المركز الرابع مجموع 11.67 سيف الدين زي جيم فانت المركز الثالث معدل 14 وسامة وطه أطارك مقاولنا جوج المقاولات وحدة فيهم فازت بهذا البرايم السادس بين هيبة أشكيتس
وسلمى ولطيفة امتنان. كيف ما كان الحال اللي فاز بيناتكم تكون أول مرة منذ بداية البرنامج يتيحت المركز الأول. المركز الأول هذا الأسبوع معدل 17/20. الله يطفيه. هيبة أشكيتس برافو. هيبة أول مرة واحد من لجنة التحكيم أعطى 20/20/20 في 6 أسابيع عمرها ما دات حتى المقاولة. أول مرة واحد يعطي 20/20. هنيئا لك. بالنسبة لامتنان مركز الثاني تهنيكم عليه مجموع 15.50. وهنيئا لكم جميعا. والآن نذكروا بالترتيب ديال هذا الأسبوع. لجنة التحكيم شكرا جزيلا على الحضور ديالكم، على النصائح ديالكم، كنتوا الحكماء ديالنا اليوم. مقاولين ديالنا جا الوقت دخلوا ترتاحوا، باقي جوج الأسابيع خاصكم تعطيوا أقصى مجهدكم باش تطوروا المقاولات ديالكم وتنجحوا. أما أنتم مشاهدينا الأعزاء شكرا لحسن المتابعة، نعطيكم موعد الأسبوع المقبل، ومن هنا لهنا ما تنساوش تتابعونا كل نهار في يوميات بغيت نمشي بعيد على الأولى. مع السلامة.